أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث. طبعا لسنوات طويلة ظلت مطالب الجزائرية في الخارج عالقة وباحثة عن استجابة من الحكومات المتعاقبة. 8 ملايين أو يزيدون كلهم متواجدون خلف البحر وغالبيتهم مستقرون بفرنسا. طبعا مطالب لطالما قوبلت بوعود لكن دون أن تعرف التجسيد على أرض الواقع. هم جزائريون يعيشون كغيرهم من مهاجري الدول الأخرى على أراض أجنبية، فلم يكفي تهميشهم من المساهمة في إثراء نظرة التحول الاقتصادي من خارج قطاع المحروقات، بل أقصوا أيضا من الحياة السياسية من خلال إقرار قوانين تمنع عنهم تولي المناصب الهامة في الدولة الجزائرية، على الرغم من أن غالبيتهم إطارات ويصنعون أمجاد شركات ومؤسسات أجنبية حتى في الأجهزة التنفيذية للدول. ربما فشلت الجزائر سياسيا واقتصاديا في الاستفادة من جاليتها في الخارج، وظل الهم الوحيد لهذه الجالية هو مشاكل اجتماعية على غرار توفير السكن، تخفيض سعر تذكرة السفر، ومراجعة سياسة الضرائب المفروضة على سياراتهم وكل ما يوردونه إلى الوطن على مستوى الموانئ والمطارات. اليوم كيف نستغل هذه الطاقات البشرية والمالية الموجودة في الخارج، وكيف نتوصل إلى تلبية كل ما تطلبه طوال سنوات سابقة؟ طبعا مشاهدينا، للحديث على هذا الموضوع سعد كثيرا باستضافة سيد هشام مقلتني، المهندس المعماري بمونبولي في فرنسا، وأيضا المترشح السابق للانتخابات التشريعية الماضية. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا. طيب لو شكرا على الاستضافة. طيب لو أبدأ معك فقط إلى المحطة التاريخية التي عرفتها الجزائر، يعني كان هناك دور كبير من ناحية سياسية للجالية في الخارج في منذ بداية الحراك الشعبي. نعم، ما كانش كان منذ الحراك الشعبي الجزائريين في الخارج كانوا يحضروا في المقاهي، في المطاعم، في الأحياء الشعبية الجزائرية والعربية بصفة عامة. نتلاقاو في الويكند ولا في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، نحضروا بيناتنا على الحراك. كانوا اللي جاوا من فرنسا حضروا أموا حراك باش يخليو جو ان سوفينير دون لور في. الحراك سي فري، الحراك كان تقدر تقول. طيب. نعم راح نعود لهذه النقطة ولكن بعد فاصل قصير. شكرا. ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. آمين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعود إليك أستاذ هشام قلتني، طبعا تحدثنا عن دور ربما الجالية الجزائرية في ما حدث في الحدث التاريخي بالنسبة للجزائر قبل الفاصل. وي، ما كما قلت أنا الجزائريين في الخارج بدأوا في الديبي مع الحراك، سورتو في لي غراند فيل، مارسي، ليون، Paris, Toulouse, voilà, Bordeaux, que les grandes villes, Lille, Montpellier, Darou, je crois deux ou trois manifestations, c'est tout. Mais au début, quand le harak, c'est ma canne, ils rouhou à la jette le harak, ils aiment les choses, c'est normal. Donc on a parlé avec eux, même pendant les heures de travail, on a parlé avec eux, le khadma. Mais ça, après le harak, en France, tu peux dire qu'il a été infiltré ou il a été تبدلت الحركة تاع الحراك. طيب، دعني أعود فقط إلى نقطة أثارت الكثير من الجدل في الشق السياسي دائما، وهي نقطة منع تولي المناصب الحساسة وربما المهمة في الدولة عن مزدوجي الجنسية خصوصا في الخارج. ربما كثيرون قالوا بأنه يعني هذا تمييز، هذا ربما شيء يعني فيه إقصاء وتهميش للكثير من الكفاءات الجزائرية في الخارج. نعم نعم، هذه اللي صرت عندنا، هدرت عليها أمام في قناة أخرى في 2017، قانون تاع التهميش لمزدوجين الجنسية، واللي أنا مزدوج الجنسية مانيش راح جو با كاشي سا، راني مزدوج الجنسية. الشغل أون أيتي مش تقسينا، الشغل رجعونا دي زالجيريان دو سكوند زون. كو اون اي دي زالجيريان ا باغ اونتيغ، فوالا واش نحوسوا نديروا، نحوسوا نخدموا بلادنا، نخدموها بالشيء اللي نقدروا. كاين اللي يحب يخدمها بالانفستيسمون، كاين اللي يحب يخدمها يجي يكري كالك شوز ايسي دون التوريزم دون بليزيور دومين، مي كي يقصيوك ديجا مقصي من هذه الدرجه، تسمى استاذ مزدوج الجنسيه ديجا بوليتيكمون، سياسيا بوليتيكمون بارلون، راك مقصي ديجا، ما تقدرش تكون عندك ان بوست
اداري ولا بوست وكل كما نقولوا لي كاليفيكاسيون الكفاءات اللي كاين المؤهلات اللي كاينه عند الجزائريين من الخارج كبيرة بكثير. أنا أعرف ناس فريمون عندهم مؤهلات كبيرة باش يكونوا دبلوماسيين ما حتى دبلوماسيين ما حتى يزون دي بوست دو ترافاي يلبف يقدروا يديروا حاجة للبلاد كسوا في الجزائر ولا خارج الوطن. طيب هل لازم يتبدل هذا الأمر حاليا الآن؟ نعم هو أولوية وي أنا يعني معك لازم يتبدل بصح القانون مفهوم من جهة أخرى. صحيح مفهوم الجانب الامني اكثر شيء. الامني انا فاهمه بار اكزومبل واحد من كما نقولوا المحكمه العليا رئيس المحكمه العليا ومدير الامن هذه راني معاهم بصح واحد وزير ولا والي ولا حاكم سيرفيس دو لوربانيزم هنايا لا ديوش ولا مزدوج الجنسيه يقدر عنده دروا عنده كل المؤهلات اللي يخليه يقدر يدور يعني مناصب متعلقة بالتسيير متسيير وي بالتسيير وي بيان سور لي زالجيريان دو ليترونجي كاين بزاف اللي قدروا يمدوا الجزائر ومازالوا قادرين يمدوا وقادرين نستعملوهم في كل المجالات قادرين نستعملوهم في كل المجالات يلسيفي جوست تعيط له برك ويجي افيك ان غون بليزير مي يلسيفي جوست فيه رغبة كبيرة فيه رغبة من عندي انا من عندي انا جيت الجزائر واحد ما عيط لي انا جيت الجزائر في 2014 حليت مكتب الدراسات في الجزائر العاصمه درتو الساعة في باتنا بعد طلعت الجزائر العاصمه درتو شهر في باتنا مده شهر بك وطلعت الجزائر العاصمه بديت نخدم شويه بديت نخدم درت مؤهلات خدمت مليح خدمت في كل ولايات الوطن فوالا كاين رغبه من عندي نجي بصح كي تلقى قانون يعطيك رغبه تسمى يقصيك تسمى راك مقصي منه تمام باونفي ما عندكش الرغبه باش ينحي لك الرغبه باش تخدم بلادك من الجهه السياسيه والاداريه بيان سور ابري من الجهه المؤهلات سكون بارل دون لانفستيسمون ستادير مشاريع دون لانفستيسمون استثماريه في السياحه وفي نو سا يا با دو سوسي. طيب خليني نشوف اليوم يعني مثلا في فرنسا ربما في حوالي اكثر من 5 ملايين مستقر هناك جزائري مستقر في فرنسا يعني صوت هذه الجاليه كيف يبدو هناك هل عندها كلمه مسموعه فعلا ام انه ربما الجميع كما نقولوها متفرق ما فيش تنسيق ما فيش انسجام بين الجزائريين شوف باش نهضروا مليح يعني فريمون ليبوك واحد الوقت بكري في السبعينات ما في الستينات حتى الثمانينات كانت لاميكال دي زالجيريان هي اللي كانت وين الجزائري كان عنده صوت مسموع في فرنسا صحيح. وفي اوروبا وفي البلدان الخارجيه بصفه عامه حاليا الانسي لو سيرفيس ان فرانس الى رسونسي كو في 2020 كو الجزائريين هما الاولين اون ماتيير ديميغراسيون رقم واحد حنا هما اللي في فرنسا نحكيو على فرنسا باسكو 90% من الجاليه راهي في فرنسا بصح حنا هما الاخرين في مجال التسيير ومجال تاثر على الاداره الفرنسيه ما نقدروا نديروا والو رانا متشتين بزاف ولي ريسونسمون ديجا لي ريسونسمون تاع الجزائريين في فرنسا ما عندناش رقم صحيح صحيح عندنا السفاره تعطيك رقم اللي الناس الجزائريين اللي سون ايماتريكولي اون فرانس اللي عندهم شهاده القنصليه بلي راهم مقيمين في فرنسا بصح الجزائريين كان اللي ما عندوش خلاص جواز السفر الجزائري كاين عنده غير فرنسي بصح جزائري هو يجي مام بالفيزا هنا يدخل الفيزا جوست بور دي فاكونس ولا الجزائريين تشتتنا من جوست بعد العشريه السوداء هنا وين صرات تشتت استادير يافي با اون ريكونستركسيون دو لا سوسيتي الجيريان اون فرانس ماناش اوني مال ريبريزونتي فو دير لا شوز لكن قبل ما نروحوا لإشكالية التمثيل لانه يعني فيه تمثيليه دبلوماسيه نعم ربما خليني اعود الى نقطه الوداديات يعني سابقا كانت هي بمثابه الفضاء الذي يلتقي فيها الجميع كانت يعني بمثابه تلك القوه
ضاغطة كجمعية اللي عندها نشاط، لكن اليوم يعني ما ولاتش موجودة. يعني لماذا؟ هل سياسيا يعني عندها علاقة بالسياسة، أم أنه يعني ما فيش رغبة لتكوينها من جديد؟ الاثنين سياسيا تقدر تقول. باسكو علاش سياسيا؟ علاش؟ باسكو الجزائريين وقت ليميغراسيون لي زاني 60 مام لي زاني 20 من 1929 وقت الحرب العالميه، لا بريمير كريز مونديال كي بدات، كانوا لي زيميغري. لا رانا مع ولات لي زيميغري، ستادير سي دي فرونسي سون ني دون لو سول فرونسي زايدين في فرنسا، مي عندهم جنسيه جزائريه بارافيلياسيون على بارون، ويجيو للبلاد كل صيف كيما ولادي انا وكاع مع الناس، مع الولاد لي زيميغري. ستادير التمثيليه في القنصليات وفي ماهيش تمثيليه خاصه، لازم تحط لهم واحد اللي يفهم الثقافه نتاعهم. هذه نقطة أخرى، لكن خليني نعاود فقط نرجعك للنقطة تاع الوداديات. ربما اليوم هل فيه إمكانية من أجل يعني إنشاء ودادية مرة أخرى؟ يعني هل هي دائما متوفرة؟ وربما ماذا تحتاج؟ هل تحتاج إرادة سياسية أم يعني تواصل فيما بين المهاجرين؟ تحتاج بيان سور، كاين الوداد الجزائر. نقدروا نرجعوا للسيستم القديم، مي الفو لو مودرنيزي، استادير لازم نعطي له تطوير سولون ليبوك، الوقت اللي رانا عايشين فيه. الوقت اللي عايشين فيه مش السبعينات، لازم الناس هذه راهي انا في عصر نتاع الالكترونيك ونتاع لي سمارت فون ونتاع لازم نعاودوا نكريو هذه الوداديات، مي لازم الجزائريين يعاودوا جور يلقاو بلاصه وين يتلاقاو فيها، يلقاو صديق القنصليه لازم عندها دور كبير تلعبه. حنا عندنا القنصليات في الخارج، قنصليات من اجل لي بابي سي تو، الباسبور، ما عندكش قنصليه باش تروح لها على حاجه اخرى. يعني هناك من يوصفها بانها عباره عن بلديه انا نقول لك ما هي بلديه، والبلديه والناس اللي يخدمون تما كلهم البعض الماكسيموم الاعظم من الجزائر. جاوا بون، كاينين اللي هزوا ان بو لا كولتور تاع لي زيميغري يقدروا يتفاهموا معاهم، مي اللي يجيك قنصل ولا امباسادور ولا سفير حيجيك من الجزائر. ما عندوش لازم تكون عنده ثقافه نتاع المغترب، تكون عنده كيما نقولوا بالعربي بصح تكون عنده ثقافه تاع المغترب، تكون عنده ثقافه نتاع اولاد المغتربين اوسي، لازم يكون لو كونتاكت لو سينيال كيما دير الواي فاي، يكون ان سينيال يفو كون كابت لو سينيال افيك لي زالجيريان باش نكابتيوه بالوداديات راني معاك، مي اوسي با مال دو شوز في بعض الميادين اخرى اللي راح نطرقوا لها ان شاء الله. طيب ولكن لما نعود لدور التمثيليه الدبلوماسيه في الخارج، يعني كيفاش عاده يكون التواصل والاتصال يعني ما بين المهاجر وما بين الدبلوماسيه؟ يعني لما يكون مشكل بالنسبه للمهاجر هل يعني تتدخل القنصليه ام انه ربما نوضعوا فقط شكوى وخلاص؟ ما تدخلش خلاص القنصليه تدخل معك غير في المهاجرين غير الشرعيين. فو دير لي شوز. كالكان باغ اكزومبل واحد جزائري اللي عنده اموال في فرنسا، عنده شركات تصنيع فوالا في اي ميادين في الطاقه الكهربائيه، في الطاقه الشمسيه، يحب يجي يستثمر هنا في الجزائر، ما كانش ان سيرفيس دوريونتاسيون. ما كانش القنصليه هنا باش نعتلو جوست ادمينستراسيون، يا با دو كونتاكت مع القنصليات مع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري كي تروح له نتلاقاه في القهوه تقول له غدوه راني راح ندير الباسبور، تجي الضيقه يقول لك نو مانيش حاب نروح، راني غدوه نروح ندير استاذ. بكري ما كانش هكا، بكري كانوا جزائريين جامي شافوا الجزائر بعد الاستقلال، قبل الاستقلال في المظاهرات اكتوبر اللي ماتوا فيها في باريس بزاف من الشهداء. مظاهرات اكتوبر كاينين ناس جامي شافت الجزائر، جامي شافتها الجزائر، وداو باسبورات جزائري كانوا يفرحوا كي يروحوا يديروا الباسبورات. درك عندنا العكس، علاش؟ باسكو اللوبي تاع الجزائري ما كملش، مشينا بيان في السبعينات
الثمانينات حبسنا التسعينات العشرية السوداء. بعد العشرية السوداء يا با اون ريكونستركسيون نتاع اللوبي اللي كنا ديجا مشينا فيه. كنا نديسيديو بيان. كانت لاميكال دي زالجيريان كانت عندها هبة كبيرة في فرنسا. مي درك والو ريان دو تو. توت ديريكت توت ديشيكتي توت دي لابيدي. ابخي هذه كل ماهيش المطالب تاع الجاليه. مطالب الجاليه ماهيش هذه. مطالب الجاليه الحاجه الاولى هي الجثث لو راباتريمون دو كور. سا سي لو بريم. اول حاجه الجزائري كيحب يموت يفكر توجور في بلادو. طيب لكن تقول لي ماهيش المطالب، لكن بالنظر إلى هذه يعني لما نتحدث على الجانب السياسي وبأنه الجالية في فرنسا اليوم في حوالي ربما 9 ملايين، يعني الجزائر هنا بإمكان أنها تستخدمها كورقة دبلوماسية. يعني 9 ملايين جزائري في العلاقات مع فرنسا نقدر نلعب هذه الورقة، لأنه نشوف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لما ينقص رعية واحد في دولة من دول عبر العالم يعني تتدخل بترسانة الدبلوماسية. نقول لك حاجة ديجا لو ريسونسمون اكزاكت دي الجزائريين في فرنسا في السفارة نورمالمون عندنا ما بين 3 ملايين و 500 و 4 ملايين جزائري مقيم في فرنسا. هذه السفارة الجزائرية بباريس في فرنسا. وعندك السفارة الجزائرية السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة. تقول لك ان فرونسي سور 10 عنده علاقه ديريكت وان ديريكت ديريكت وان ديريكت مع الجزائر. استدير 7 ملايين في فرنسا، ما بين 7 و 9 ملايين اللي عندهم علاقه مع الجزائر. كاين اللي باباه جزائري وامه فرنسيه والعكس صحيح، كاين اللي جده جزائري ينسي دو سويت. الجزائر قادر تلعب دور في هذا. بصح عند كاين مثل عربي وش يقول الشخص المناسب في المكان المناسب. بمعنى انك باش تمثل ديجا الفو تكريي ديجا ان لوبي في كل ريجون كونسولير اللي عندك. باش علي ان اكزامبل بالوداديات مام بالجمعيات. نروحوا للجمعيات، انا عندي جمعيه في فرنسا، نروحوا بالجمعيات، نروحوا مام بلي زونتربريز قدام حاجه. هل الابواب اليوم مفتوحه لك بما انه عندك جمعيه؟ أبواب مفتوحة لي في أي ميدان، في كل شيء يعني. بوي عندي بما أنه جمعية ربما راح تكون وسيط ما بين الجزائري المهاجر هناك وما بين القنصلية. رانا نتوسطوا من اللي كنا نعيشوا. أنا عندي 20 سنة في فرنسا، القنصلية نروح لأمام نشرب قهوة مع القنصل ولا مع القنصل المعاون ولا مع لي سيرفيس. أصدقائي نعرفهم أحبابي. مي أبخي أنا اللي عنده مشكل في الجزائر كما في مونبلي عيطوا لي يقول لي هشام فوالا راهم زيروا عليا ما حبوش يديروا. نطلع نتواسط، يعرفوني أنا القنصلية، جميع القنصليات مام في القنصلية العامة في مارسيليا يعرفوني. هذه ما فيهاش مشكل. من المشكل أني قلت لك في لا ريبريزونطاسيون دي الجزائريين ا ترافير لو غوفرنمون فرونسي، ستادير التمثيل الجزائريين في الغوفرنمون في باردون مش غوفرنمون فرونسي، غوفرنمون الجزائريه في الحكومه الجزائريه. هذه ماناش قادرين نوصل الميساج. وزاره الخارجيه الجزائريه عندها ملفات كبيره، مي كفاءات كبيره جدا. حتى نقول دي فوا راهم سور كاليفيي، عندهم كفاءات كبيره. وزاره الخارجيه معروفه، الجزائريه معروفه بالدبلوماسيه الخارجيه مام في فلوني ولا مي. مع الجزائريين ما قدرناش نديروا حاجه غير في فرنسا. ما قدرناش، راني نقول لك ما قدرناش. انا 20 سنه راني نخدم تما. السبب ان ما اوني مال ريبريزونتي كسوا بار لي ديبوتي البرلمانيين. صحيح ما كانش ما اون لي فوا با اون لي فوا جوست اون سيمين ولا 15 جور. انا ترشحت درت كاع الولايات اللي ترشحت ما نشوف نلقى روحي غير انا. لقيت واحد الخطره واحد ما نقول شنو، مي نلقى روحي غير انا في الاسواق اللي نهضر مع الجزائريين وكاع. مع لا ريبريزونطاسيون نتاع وزاره الخارجيه على انا جامري بيان يرجعوا لو سكرتار دو ايتاشا يستكلف غير غير بالجزائريين، ماهوش منصب سياسي. ما نحبش يكون، مش ما نحبش هذا اقتراح، ما لازمش يكون منصب سياسي، يكون منصب
المهمة نتاعو الجزائريين في الخارج. طيب البعض يقول لك أنه يجب اليوم أن تكون عندنا وزارة يعني حقيبة وزير مكلف بالجالية، يعني وزارة هل يعني كيفاش راني مع هذا الوي وزارة ولا سكرتارية تكون عندها بيجي نتاع وزارة، مي وي تسميها وزارة ولا تسميها كيما تحب، أنا المهم نتاعي سي لي ريزولتا سي لا فان، ترجعها كما كانت بكري. انا نحب تكون كومام تابعه لوزاره الخارجيه باسكو وزاره الخارجيه كومام اليونس خا اورينتي بار وزاره الخارجيه، تكون كومام وزاره خارجيه مي تكون عندها ان بيدجي سبيسيال، ما يكونش منصب سياسي، يكون منصب اداري يكون عنده المهمه نتاعو. نعاودوا نرجعوا شمل الجزائريين، نعاودوا كما كنا بكري، الجزائري خاف على بلاده، يخاف على اخوه الجزائري اللي راه في فرنسا. هنا برك غير في الانتخابات الشرعيه الفرنسيه، مش الشرعيه البلديات الفرنسيه، كاين مشكل الجزائريين راه منا والاخر راه منا، ماناش موحدين كما اللي نقدر نقول نوفوازان برك هنايا جيراننا زعما راهم موحدين علينا. وعندهم لوبيات وعندهم عندهم وزارات تروح غير لتونس. تونس احنا عندنا 8 برلمانيين للخارج، تونس عندها 16 وفيغور توا احنا رانا برسك دوله واحده في الخارج، 7 ملايين ما بين 7 ملايين و9 ملايين جزائري في الخارج. دوله وحدها عندها كوي ديبيوتي 4 في فرنسا و4 في العالم. هذه حاجه ومشاكل الجزائريين راهم اكثر منها. يعني انتقدت لي فقط الاداء اداء البرلمانيين الجزائريين في الخارج. ربما هل الاشكال هنا اشكال عددي، يعني 4 نواب على ربما اكثر من 5 ملايين مهاجر في الخارج، يعني اشكال عددي متعلق بعدد المقاعد، ام انه الاشكال في حد ذاته متعلق بمستوى اداء هؤلاء؟ مش بوكو بليس مستوى الاداء باسكو البرلمانيين اللي كانوا في الخارج هما توجور لي ميم اون فات، فوالا ديما نفس الشخص ونفس. لكن اذا كان ربما عندك، خلينا نقول اذا كان عندك حكومات سابقه كانت تطلق وعود بحل مشاكل الجزائريين لكنها لا تفي بالوعد، يعني البرلماني هنا ربما نحملوه مسؤوليه اكبر منه. مي البرلماني كيكون ينتمي للمجموعه الكبيره اللي حاكمه الحكومه نقدر نعطي له المسؤوليه، باسكو البرلماني اللي كاين في شمال فرنسا برلمانيين 2 من 62 وهما البرلمان المام حزب اللي راهو يدي المقاعد، المقاعدين في فرنسا شمال وفرنسا جنوب. هما الإمام من الحزب الواحد اللي كان حاكم للحكومة. ما كان حتى حاجة ندرت مام في راباتريمون ديكور نقل الجثث جوسكا كون، أو قالها رئيس تبون وأنا حضرت في لاكونفيرونس دو بريس اللي ندرت في كلوب دي بان، حضرت كنت ثم نقل الجثث. عندنا مشكل كبير في نقل الجثث، ناس حرقوهم في المستشفيات، تحرقت الكور تاعهم باسكو ما عندهمش واحد من فاميلتو ولا ما عندهمش دوسي في الكونسولا في القنصليه اللي يقدروا يرابورتو يدفنوها لهنا في بلادو. توصلنا نلموا للناس الدراهم بال اون اسباس، هات انت 100 اورو، هات انت 200 اورو، هات انت 500، هات انت غير باش نلموا له هذيك 4000 ولا 5000 اورو ونزيدوا نعطيو له 1000 مع ولد خوه ولا اللي جا معاه باش يروح يديه يدفنوا في بلاده، مو يدير عشاء ويدفنوا سونون لو ريتم ميزلمون على التقاليد والدين نتاعنا، مو يديرها. عندنا مشكل كبير، وقالها رئيس تبون سيد الرئيس، قال لك المشكل هو مشكل بيروقراطي، باينة بلي مشكل بيروقراطي بصح امبوسيبل اون اور دو فول تدي هاد لا سوم كاع كامله. هو هنا هل الاشكال ربما متعلق باجراءات اداريه او متعلق ربما بالجانب المادي يعني لنقل الجثه؟ متعلق لي دو الاثنين. طيب نعود للسؤال ولكن بعد الفاصل القصير ونعود ان شاء الله.